سوف نبدأ في هذه المحاضرة بتكملة ما بقى من بعض المواضيع وتوضيحها من خلال الموضوع. مثلا نبدأ في الموضوع الأول الذي هو من المصفوفات الممثلة لبيان بسيط غير موجه. يمكن تمثيل أي بيان بسيط غير موجه بنوعين من المصفوفات، نوعين من المصفوفات. هنا مصفوفة التجاور، أولا مصفوفة التجاور تكون أعمدتها وأسطرها مؤلفة من رؤوس البيان. تركز، تكون أعمدة وأسطر، يعني الأعمدة والصفوف للمصفوف مؤلفة من رؤوس البيان. نضع القيمة واحد في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع السطر. السطر معناته صف وعمود. إذا كان هناك ضلع واصل بين الرأسين الممثلين بالسطر والعمود. إذا كان هناك ضلع أو حافة واصلة بين الرأسين فإننا نضع واحد، إذا ما فيش ضلع واصل بين الرأسين نضع زيرو. نضع القيمة صفر في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع السطر وعمود إذا لم يكن هناك ضلع. إذا لم يكن هناك ضلع واصل بين الرأسين الممثلين بالسطر والعمود. مثال ذلك، شوف المثال هنا لدينا مخطط غير موجه بسيط V1 V2 V3 V4. إذا تكون المصفوفة من النوع 4 في 4 4 في 4، يعني 4 صفوف و4 أعمدة. ثم تركز على هذه المصفوفة كما عملنا من قبل، انه المصفوفة التجاور تضع مثلا عندما تضع هنا V1 و V1 0، V1 و V2، شوف V1 V2 في ضلع رابط بينهما اذا 1، V2 V1 و V3 في ضلع رابط بينهما الذي هو 1، V1 و V4 ما فيش ضلع نضع صفر. تنتقل الى V2، V2 V1 1 لانه في رابط بينهما، V2 V2 0، V2 V3 في رابط بينهما إذا نضع 1، V2 مع في 4 0. كذلك الرأس V3 من السطر الثالث والصف الثالث، تقول V3 مع V1 هل فيه رابط بينهما؟ نعم، تضع 1. V3 مع V2 في رابط بينهما 1، V3 مع نفسها 0، V3 مع 4 رابط بينهما 1، V4 مع V1 ما فيش 0، V4 مع V2 ما فيش 0، V4 مع V3 في ضلع رابط بينهما 1، V4 مع نفسها 0. نشوف، نلاحظ ان قطر المصفوفة يساوي كله أصفار. هنا المصفوفة والنوع الثاني من المصفوفات هي مصفوفة الوصل، تكون أسطرها أي صفوفها مؤلفة من رؤوس، مؤلفة من رؤوس البيان، في حين تعبر أعمدتها عن الأضلاع. إذن هنا مصفوفة الوصل مختلفة عن مصفوفة الجوار. الصفوف تكون من الرؤوس البيان، بينما الأعمدة تكون من الأضلاع والحواف، نسميها أضلاع أو حواف. نضع القيمة واحد في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع الصف الذي هو السطر مع العمود الذي يمثل الضلع. هنا يمثل الرأس وهنا يمثل ضلع. إذا كان الرأس مرتبط بالضلع نضع، إذا كان الرأس مرتبط بالضلع نضع واحد. أما نضع القيمة 0 في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع الصف والعمود للضلع إذا كان الرأس غير مرتبط بالضلع. المثال التالي بيوضح ذلك. المثال هذا عندما تضع V1 V2 V3 V4 هذا هو عبارة عن المثال، نفس المثال الأول، بس هنا بنطبق عليه مصفوفة الوصل. إذا لما تقول V1 مع E1 في رابط بينهما 1، V1 مع E2 أيضا في 1، V1 مع E3 ما فيش 0، V1 مع E4
ما فيش، نضع زيرو. ننتقل إلى V2 مع E1. V2 مع E1 موجود رابط بينهما واحد. V2 مع E2 ما فيش، صفر. V2 مع E3 موجود رابط بينهما، تضع واحد. V2 مع E4 ما فيش، لأن الـ E4 هنا والـ V2 هنا بعيد عني، إذا الناتج صفر. V3 مع E1 ما فيش، V3 مع E1 لا يوجد رابط بينهما، تضع صفر. V3 مع E2 أيضا رابط بينهما واحد. V3 مع E3 أيوة، شوف V3 مع E3. V3 مع E4 موجود واحد. V4 مع E1 لا يوجد رابط، صفر. V4 مع E2 ما فيش، V4 مع E2. V4 مع E3 ما فيش، صفر. V4 مع E4 فيه واحد، مفهوم؟ هنا تعرف كيف تمثل أي بيان غير موجه بمصفوفة الجوار ومصفوفة الوصل، اتفقنا؟ المصفوفة المثل البيان بسيط موجه، بيان بسيط موجه. يمكن تمثيل أي بيان بسيط موجه بنوعين من المصفوفات، مصفوفة التجاور أيضا ومصفوفة الوصل. تكون هنا عمدتها وأسطرها مؤلفة من رؤوس البيان، مصفوفة التجاور. نضع القيمة واحد في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع السطر وعمود إذا كان هناك سهم واصل من الرأس الممثل بالسطر إلى الرأس الممثل بالعمود. فرق بين، ليش قلنا هنا عدنا إنه هذا موجه وذاك غير موجه، بيان موجه وبيان غير موجه. البيان الموجه هو ذا V1، شوف بيان موجه V1 V2 V3 V4 نفس الشيء، بس هنا في توجيه، في سهم خرج من V1 إلى V2، سهم خرج من V1 إلى V3، سهم خرج من V3 إلى V2، ومن V3 إلى V4، وعندك E1 E2 E3 E4. إذن هنا الأعمدة تمثل رؤوس السطور أو الصفوف تمثل الرؤوس، وأيضا الأعمدة تمثل الرؤوس لأنها مصفوفة التجاور. مصفوفة التجاور اتفقنا عليها إنها مربعة، الذي هي دائما تكون مربعة، والصفوف والأعمدة تمثلها الرؤوس. بينما هنا لما تقول V1 مع V1 يكون الناتج كم؟ صفر. V1 مع V2، شوف V1 مع V2 واحد، لأن في سهم خرج منهم ورابط بينهم. V1 مع V3 واحد. V1 مع V4 صفر. V2 مع V1 ما فيش، صفر. لماذا؟ لأنه لو كان في غير، لو كان غير موجه يكون واحد، لكن هنا هل في سهم خرج من V2 إلى V1؟ لا، السهم داخل إلى V2، إذا يكون صفر. V2 مع V2 زيرو. V2 مع V3، شوف V2 مع V3 صفر. لماذا؟ لأن السهم معكوس له. V2 مع V4 أيضا صفر، إذا هذا V2 كلها أصفار. V3 مع V1، تركز V3 مع V1 ما في، صفر، لأن السهم خارج من V1 إلى V3. V3 مع V2 واحد، لأنه خارج من V3 إلى V2. V3 مع نفسها صفر. V3 مع V4 نعم واحد، لأنه خارج السهم. V4 نلاحظ أن كلها أصفار لأنه لا يوجد رابط بينهما. إذا V4 مع V1 ما فيش، V4 مع V2 ما فيش، V4 مع V3 ما فيش، لأنه السهم ده خارج من V3 إلى V4. ركز على السهم، الفرق بين البيان أو البيان الغير موجه والبيان الموجه هو في السهم، بالسهم. مصفوفة الوصل في حالة بيان موجه، مصفوفة الوصل في حالة البيان الموجه تكون أسطرها مؤلفة من رؤوس البيان، في حين تعتبر أعمدتها عن الأسهم. إذن الأسطر أو الصفوف المصفوفة هي الرؤوس اللي V1 V2 V3 V3، في حين الأعمدة هي عبارة عن الأسهم. إذن نضع القيمة واحد، V1
في خانة المصفوف الناتجة عن تقاطع السطر الذي هو الصف، الرأس في تقاطع الرأس مع العمود الذي هو السهم. إذا كان السهم يرد إلى الرأس نضع القيمة واحد، نضع القيمة سالب واحد في خانة المصفوف الناتجة عن تقاطع السطر. أنا أخذنا هذا شرحنا لكم قبل شوي، عمود وسهم. إذا كانت السهم يخرج من الرأس نضع القيمة زيرو في الحالة الأخرى. إذا لدينا هنا ثلاثة أنواع في حالة المصفوفة. إذا كان السهم يرجع إلى الرأس نضع واحد، إذا كان السهم سالب واحد في خانة المصفوفة الناتجة عن تقاطع السهم وعمود، إذا كان السهم يخرج من الرأس نضع سالب واحد. إذا لديك هنا V1 V2 V3 V4، هنا E1 E2 E3 E4. لما تقول V1 مع E1، شوف V1 مع E1 خارج منه نضع سالب واحد، V1 مع E2 أيضا خارج منه نضع سالب واحد، V1 مع E3 ما فيش نضع صفر، V1 مع E4 ما فيش نضع صفر، V2 مع E1، شوف V2 مع E1 لأن السهم جاي نحو V2 إذا واحد، V2 مع E2 ما فيش صفر، V2 مع E3 داخل السهم إليه إذا نضع واحد موجب، V2 مع E4 لا يوجد رابط بينهما صفر، V3 مع E1 ما فيش لأنه لا يوجد رابط بينهما صفر، V3 V3 شفنا V3 مع E2 داخل إليه واحد، V3 مع E3 شوف خارج منه سالب واحد، V3 مع E4 خارج منه سالب واحد، في أربعة، في أربعة مع E1 ما يرتبط بينهما صفر، في أربعة مع E2 لا يوجد صفر، في أربعة مع E3 لا يوجد صفر، في أربعة مع E4 داخل إليه واحد، لأنه في أربعة V4 V4 مع E4 لأنه السهم داخل إلى V4 إذا نضع القيمة الموجبة واحد. حالة خاصة المصفوفة المثلى البيان يمكن تمثيل بيان مركب غير موجه ويمكن أن يكون له عند أي رأس حلقة على الأكثر بواسطة مصفوفة التجاور. هنا الحالة الخاصة التي نغلل المصفوفة من خلال تمثيل البيان لها، يمكن تمثيل بيان مركب غير موجه ويمكن أن يكون له عند أي رأس حلقة على الأكثر بواسطة مصفوفة التجاور. شوف هنا مصفوفة التجاور اللي عبارة عن لديك هنا V1 V2 V3 V4، إذا مصفوفة من النوع 4 في 4، مصفوفة التجاور مصفوفة من النوع 4 في 4، ثم تعرف تميز بينهما يمكن له على عدد. لما تقول V1 مع V1 يكون الناتج 0، V1 يكون له عند رأس حلقة على الأكثر هنا شوف بواسطة مصفوفة التجاور، هنا V1 مع V2، V1 مع V2 في رابط بينهما إذا تضع واحد، V1 مع V3 ما فيه صفر، V1 مع V4 صفر، V2 مع V1 واحد، V2 مع نفسها صفر، V2 مع V3 واحد، V2 مع V4 واحد. تركز هنا هنا الصف هنا V2 V2 تنتقل إلى V3، V3 مع V1 ايش رابط بينهما؟ لا صفر، V3 مع V2 موجود واحد، V3 مع نفسها صفر، V3 مع V4 واحد، V4 مع V1 لا يوجد، V4 مع V2 موجود رابط بينهما واحد، V4 مع V3 ايوه، V4 مع نفسها موجود حلقة، موجود حلقة. إذا يمكن تمثيل بيان مركب غير موجه بواسطة مصفوفة التجاور. كذلك رقم الحالة رقم اثنين، الحالة رقم اثنين يمكن تمثيل بيان مركب موجه أو غير موجه بدون حلقات بواسطة مصفوفة وصل، بواسطة مصفوفة وصل هنا بدون حلقات. إذا تركز عند لديك الصفوف يمثل V1 V2 V3 V4، بينما الأعمدة تمثلها الأضلاع أو الأسهم اللي هي E1 E2 E3 E4 E5. هنا خمسة أعمدة وأربعة صفوف. لما تقول V1 مع E1
شوف خارج منه اذا بيكون سالب واحد. V1 مع E2 صفر. أين V1 وأين E2؟ ما في صفر. V1 مع E3 صفر. V1 مع E4 صفر. V1 مع E5 أيضا هنا صفر. V2 مع E1 واحد. شوف V2 مع E1 واحد لأنه داخل إليه. V2 مع E2 صفر. V2 مع E3 خارج منه سالب واحد. سالب واحد. V2 مع E4 خارج منه سالب واحد. V2 مع E5 هنا واحد لأنه داخل إليه. داخل إليه. V3 الصف الثالث. V3 مع E1. شوف في ثلاثة هنا و E1 هنا صفر. V3 مع E2 V3 مع E2 واحد لأنه داخل إليه. شوف واحد. V3 مع E3 داخل إليه واحد. V3 مع E4 صفر. و V3 مع E5 صفر. V4 مع E1 شوف V4 مع E1 ما في صفر. V4 مع E2 خارج منه سالب واحد. V4 خارج منه سالب مع E2. V4 مع E3 وين؟ صفر. V4 مع E4 داخل إليه واحد. V4 مع E5 صفر. هل ركزتم على هذه؟ كررناها أكثر من مرة. تمام. هنا أيضا لدينا في هذه الحالة في تابع اللي هو الترابط أو البيانات المسارات اللي هو ترابط المسار. كيف في متعدد المخططات جي هو متتابع تناوبية من الرؤوس والأحرف على الشكل التالي. مثلا V0, E1, V1, E2, V2, E2 وهكذا إلى أن حيث كل حرف EI يحتوي على الرأسين VI ناقص واحد و VI اللذين يظهران على جانبي EI في لأنه أي ضلع له رأسين. واضح أي ضلع له رأسين. في المتابعة عدد الأحرف إن يسمى طول المسار عندما تكون الأشياء واضحة نرمز للمسار بمتابع رؤوسه. يقال ان المسار مغلق اذا كانت في 0 تساوي في ان. ما معنى في 0 تساوي في ان؟ يعني الراس الابتدائي يساوي الراس النهائي لو كان الراس النهائي حتى 100. اذا ضروري المسار يكون مغلق يبدا من في 0 ويرجع يتمشي حول الرؤوس كلها ويرجع الى في 0. تمام. غير ذلك نقول ان المسار من في 0 الى في ان او انه بيان في 0 في ان انه يصل بين في 0 في ان وليس مغلق. المسار البسيط هو مسار جميع رؤوسه مختلفه. جميع رؤوسه مختلفه. اما المسار الذي جميع الاحرف مختلفه فيقال له ذيلا. والدوره هي مسار مغلق طوله ثلاثه او اكثر نسمى دوره. هل يوجد دوره لضلعين مثلا؟ لا. اذا على الأقل المسار مغلق طوله ثلاثة أو أكثر وكل رؤوس مختلفة ما عدا V0 يساوي VN. الرؤوس تكون مختلفة ما عدا V0 يساوي VN هذا نسميه دورة. الدورة التي طولها K تسمى دورة من الطول K. يعني دورة طولها ثلاثة طولها سبعة طولها خمسة بحذف الأحرف غير الضرورية. بحذف الأحرف غير الضرورية. الترابط هنا الترابط والمركبات المترابطة مع المخطط جي دائما نرمز المخطط بجي يكون مترابطا. إذا وجد مسار بين أي اثنين من رؤوسه من رؤوس المخطط ففي الشكل 6
هذا الشكل 6-8A مترابط، لكن المخطط في الشكل 6-8B غير مترابط، لأنه مثلا لا يوجد مسار بين الرأسين E وD. لو اخترت الـ E والD هل يوجد رابط بينهما؟ لا يوجد مسار يربط بينهما، إذن غير مترابط. بينما هذا الشكل الذي هو رقم A كلهم مترابط، لأن الرؤوس كلها مرتبطة مع بعضها، ما فيش رأس معزول، ما فيش رأس معزول، إذا نسمي هذا مخطط مترابط، هذا مخطط غير مترابط. ركزوا، ليكون G مخطط، أما المخطط الجزئي المترابط H من G يسمى مركبا مترابطة من G إذا كانت H غير محتوى في أي مخطط جزئي مترابط من G. طبعا هذا قراءة أكبر منه. من البديهي أن أي مخطط G يمكن تجزئته إلى مركباته المترابطة. فمثلا مخطط G في الشكل 6-8B له ثلاث مركبات، الشكل 6-8B هذا الشكل له ثلاثة مركبات، المركب A B C والمركب E F والمركب B رأس معزول. شوف ثلاثة مركبات مترابطة، المخطط الجزئي المتولد من فئات الرؤوس A C D و E F و B، هذا الذي قلناه لكم. الرأس B في الشكل 6-8B يسمى رأسا منفردة، يسمى رأس منفردة أو منعزلة، لأن B لا تنتمي إلى أي حرف. وبعبارة أخرى ديجري B يساوي زيرو، يعني درجة الرأس B يساوي صفر. ولهذا كما هو ملاحظ فإن B نفسها تشكل مركبة مترابطة للمخطط. الرأس B في الشكل 6-8B تسمى رأسا منفردة أو منعزلة، لأن B لا تنتمي إلى أي حرف. وعبارة المسافة والقطر، المسافة والقطر، تعتبر المخطط المترابط G المسافة بين الرأسين U وV في G، وتكتب هذه المسافة DU وV هي طول أقصر مسار بين U وV. المسافة هي طول أقصر، ركز على كلمة أقصر مسار بين U وV. لو تختار أي نقطتين من هنا وتعرف المسافة بينهما تعبر عبر أقصر طريق، أقصر مسافة بين الرأسين. أما بالنسبة للديامتر G للمخطط كامل، قطر المخطط كامل نسميه قطر هنا، الذي هو قطر المخطط G ويكتب ديامتر G هو أكبر مسافة بين أي نقطتين في G، أكبر مسافة بين أي نقطتين في G. مثلا في الشكل 6-9A DAF يساوي كم؟ شوف دي المسافة بين A و F تساوي 2. لماذا؟ لأننا اخترنا الطريق الأقصر A D و D F. مش تقول مثلا لو مشيت من هنا A C C D D F هنا بتكون ثلاثة، هذا نستبعدها لأنه أكبر. أيضا لو مشينا من هنا A B و B D D F تكون ثلاثة، لكن احنا نأخذ أقصر طريق لأن المسافة تمثل هي طول أقصر مسار، أقصر مسار بين U و V، يعني بين A و F. يعني اخترنا A و F، لو اخترنا A و H كم بتكون أقصر مسافة بينهما؟ أقصر مسافة بين A و H هي كم؟ تمشي تشوف أقصر مسافة بينهم هي ثلاثة، الـ A A D و D F و F H. لو مشيت بطريق أخرى مثلا A C و C D و D و E و E و H كم بتكون؟ 1-2-3-4. إذا نختار أقصر مسافة، أقصر مسافة. مثلا قطر المخطط G في الشكل A تقول ديامتر G يساوي كم؟ 3. لماذا؟ لأنها قلنا المسافة بين أي نقطتين، ديامتر هو أكبر مسافة بين أي نقطتين في G. هنا إذا تساوي 3، تساوي 3. ليش اخترنا ديامتر هنا؟ قلنا ديامتر أو قطر G يساوي 3. ليش ما قلنا يساوي 2؟ لأنها قلنا القطر ما هو؟ خلال تعريفها القطر هو أكبر مسافة بين أي نقطتين في G، أكبر مسافة بين نقطتين. يعني أنت لما تقول الـ A والـ E ولا الـ A والـ H، الـ A والـ E مسافته كم؟ 2.
لا ما نشتيها، احنا نشتي اكبر مسافه بين اي نقطتين، بين الاي والاتش، ناخذ الذي ابعد، شوف ابعد نقطتين وناخذ المسافه حقهم. بينما في الشكل 6 9 بي نلاحظ ان دي اي واف، دي اي واف بالنسبه للشكل الاخر اي اف كم، لاحظ 1 2 3 طول هالمسافه، اقصر مسافه هي 3 تساوي كم؟ 3. وقطر القطر المخطط الثاني حق بي يساوي 4، لانه بناخذ اكبر مسافه بين النقطه A و E مثلا، تلاحظ انها 1 2 3 4، او بين A و H يساوي 1 2 3 4، 4 اضلاع. اذا المسافه بينهما ما يمكنش لك تاخذ بين A و F ولا بين A و D، تقول 1 2، بين A و D كم؟ المسافه بين A و D 1 2، من هنا او من هنا 1 2، المسافه بين A و F 1 2 3. لكن هنشتري اكبر مسافه بين، اكبر مسافه بين اي نقطتين، بين اي نقطتين اكبر مسافه بين، القطر هو اكبر مسافه بين اي نقطتين، فرجاء تركزوا على هذه المصطلحات. طيب نقاط القطع والمعابر، اذا كان جي مخططا مترابطا فان الراس بي في جي تسمى نقطه قطع، إذا كان جي في غير مترابط الحرف اي في جي يسمى معبرا، الحرف اي في جي يسمى معبرا لأنه غير مترابط. إذا كان جي اي غير مترابط في الشكل 6 9 اي، الرأس دي غير هي نقطة قطع، ولا توجد معابر في الشكل 6 9 بي. شوف شكل 6 9 بي ما فيش معابر بينهم لأنها مترابطة. الشكل هنا في شكل الرأس دي هي نقطة قطع ولا توجد معابر في شكل 6 9 بي. الحرف دي اف الاي يساوي دي اف هو معبر. شوف دي اف، دي اف هو معبر دي اف لان عبر من المخطط هنا الى المخطط هذا، ممر نسميه باساج، ممر معبر. المخططات المعلمة والموزنة معلا يسمى هذا يعني كتعريف تقرأوه مخطط معلما إذا استندت إليه أحرفه أو رؤوسه بيانات من نوع آخر، بالأخص يسمى جي مخططا موزوما إذا تم تخصيص عدد غير سالب لكل حرف إي في جي، يسمى وزن أو طول إي. شكل 16 هنا يوضح مخططا موزونا حيث وزن كل حرفا، كل حرف معطى بطريقة واضحة، وزن أو طول المسار في هذا المخطط هنا تعرف، ويعرف أنه مجموع أوزان الأحرف في مجموع المسار. أحد أهم المسار في نظرية المخططات هي إيجاد أقصر مسار، أي المسار الذي له أقل وزن بين أي رأسين معينين في شكل 16. طول أقصر مسار بين B وQ هو 14، بين B وQ هو 14. قدم من هنا حسب الأوزان الذي جمعتهم، حسب الأوزان الذي جمعتهم هنا، مثلا عندك 4 و 6 10 و 4 14 و 2 16، تختار الطريقة الأخرى الذي هي 4، لو قلنا 3 3 6 و 6 12 و 4 16، هنا نأخذ 4 2 8 6، تجمعها 3 زائدا، ممكن تأخذ 4 2 1 و 2 تبقى 5 3 8 و 2 10 و 4 14، إذن تأخذ أقصر مسافة أو أقصر وزنا. الأوزان هنا مثلا هنا معروف أنك لو اخترت هذه بتكون أكبر من، لكن تختار الأقصر مثلا 2 1 2 3 2 4، تجد انها المسار بين بي وكيو يكون كم؟ 14. نحن نختار الاس يعني الاوزن الاقل 2 1 3 و 2 5 8 10 و 4 14. كويس. المخططات التامه والنظاميه وثنائيه التجزئه، وثنائيه التجزئه توجد أنواع عديدة ومختلفة من المخططات
في هذا البند نعتبر ثلاث انواع منها، الذي هي المخططات التامة والمخططات النظامية والمخططات ثنائية التجزئة. هذا موضوع مهم دائما نأتي منه في بسؤال، لأنه مهم. المخططات التامة والنظامية وثنائية التجزئة ضروري تركز كيف تعرف المخطط التام والنظامي والمخطط ثنائي التجزئة. شوف هنا نلاحظ ان هذا كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 كي 5 كي 6 مخططات، ست مخططات. لما تلاحظ المخطط التام يقال المخطط جي انه تام إذا كانت كل رأس في جي موصولة بكل رأس أخرى في جي، ولذلك في المخطط التام جي يجب أن يكون مترابطا. المخطط التام ذو الرأس إن من الرؤوس يرمز له بالرمز كي إن. يوضح المخططات من كي 1 حتى كي 6، المخططات من كي 1 حتى كي 6، إذا كي 1 رأس منعزل، كي 2 أيضا مخطط تام، كي 3 مخطط تام، كي 4 مخطط تام. ليش؟ لأنه كل رأس مرتبط برأس الأخرى، مترابط. التام هو مترابط. وكذلك كي 5 وكي 6 مترابط وتام، نسميه مخططات تامة. المخططات النظامية، شوف النظامية يقال للمخطط جي إنه نظامي من درجة كي إذا كانت كل رأس من رؤوسه من نفس الدرجة، من درجة كي. بعبارة أخرى يكون المخطط نظاميا إذا كانت كل رؤوسه من نفس الدرجة، إذا كانت كل رؤوسه من نفس الدرجة. المخططات النظامية المترابطة من درجة 0 1 2 يمكن وصفها بسهولة. المخطط المترابط النظامي من الدرجة الصفر هو مخطط بسيط له رأس واحدة وليست له أحرف، من الدرجة الصفر. نقول لك مخطط نظامي من الدرجة الصفر تضع رأس واحد فقط، رأس واحد منعزل مثلا في رأس. والمخطط المترابط من الدرجة واحد هو عبارة عن رأسين وضلع، رأسين وحرف واحد يصل بينهما، رأسين وحرف واحد يوصل بينهما، هذا من الدرجة واحد. المخطط المترابط النظامي من درجة 2 له كثير من الرؤوس، له ممكن تختار عدد من الرؤوس، وهو مخطط يتكون من دورة واحدة من رتبة N. شكل 6-12 يوضح ذلك، شكل 6-12. شوف هذا من الدرجة 0، هذا من الدرجة 1، هذا من الدرجة 2. مخطط نظامي من الدرجة 2، نقول لك ارسم مخطط نظامي من الدرجة 2، ترسم هذا أو ذا أو هذا أو هذا. لماذا هذا من الدرجة 2؟ لأنه كل رؤوسه من نفس الدرجة. درجة الرأس هذا كم؟ 2. درجة الرأس ذا 2. درجة الرأس ذا، تذكر أن درجة الرأس هي كل الأضلاع التي تقع على الرأس. أيضا هذا شوف مرتبط بين بضلع عين، إذا درجة 2، وهذا من الدرجة 2، وهذا من الدرجة 2، هذا من الدرجة 2، هذا من الدرجة 2. لكن الرؤوس مختلفة، هنا 3 رؤوس، هنا 4 رؤوس، هنا 5 رؤوس، هنا 6 رؤوس، هذا ممكن تقول سداسي، هذا خماسي، هذا رباعي 4 رؤوس، ده ثلاثي مثلا 3 رؤوس. إذا كل هذا من نفس الدرجة اللي هي الدرجة 2، نظامي من الدرجة كم؟ 2. يمكن لك أن تكتب ذا الشكل أو هذا أو هذا أو هذا، كله نظامي من الدرجة 2. المخططات النظامية من الدرجة 3 يجب أن يكون لها عدد زوجي من الرؤوس، لأن مجموع درجات الرؤوس عدد زوجي كما في الشكل 6-13 اللي هو 6-13. هذا شوف من الدرجة 3، من الدرجة 3. هنا تلاحظ أنه 1-2-3-4-5-6 الأضلاع 1-2-3-4-5-6-7-8-9. هنا لما تشوف هذا الرأس كم درجة الرأسنا؟ 3. كم درجة الرأس ده؟ 3. إذن هو نظامي من الدرجة الثالثة. كم درجة هذا الرأس؟ كم ضلع مرتبط فيه؟ 1-2-3. كم درجة هذا؟ كم درجة هذا الرأس؟ أيضا
ايضا هذا الراس ثلاثه وهذا الراس ثلاثه هذا الراس ثلاثه هذا الراس ثلاثه اضلاع المتصل به واحد اثنين ثلاثه هذا واحد اثنين ثلاثه هنا واحد اثنين ثلاثة هنا ما فيش رأس هنا شوف ركز انتبه هذا الوسط ما فيش رأس هو ماشي عبر البعيد وفي الرسم هنا في المستوى هو كأنه متلاطم لكن هو في الفراغ هو يعتبر في الفراغ إذا هنا مثلا يقول لك يوجد 19 مخططا نظاميا من درجة ثلاثة كل منها يحتوي على 10 رؤوس ونلاحظ أن المخطط النظامي أو التام دي إن من الرؤوس أو كي إن هو مخطط نظامي من الدرجة إن ناقصا واحد هذا مخطط نظامي مترابط مخطط نظامي مترابط من الدرجة 3 ممكن نقول لك ارسم مخطط نظامي من الدرجة 3 ترسم هذا الشكل أو نجيب لك شكل مثل هذا نقول لك من أيش نوع الشكل هذا ما هو نوع المخطط هنا تعرف نوع المخطط إنه مترابط نظامي من الدرجة 3 هذا شكل نظامي من الدرجة 3 وأيضا هذا شكل نظامي من الدرجة 3 المخططات ثنائية التجزئة وأيضا هذا مهم كيف تعرف ترسم مخطط ثنائي التجزئة يقال المخطط جي أنه ثنائي التجزئة شوف بكل بساطة تعرف أنه ثنائي التجزئة من خلال لما ترسم تعرف شكل تعرف هذا الشكل ثنائي التجزئة لماذا؟ التجزئة لأنه هنا عندنا رأسين وهنا ثلاثة رؤوس هنا ممكن يكون بالطرف الأيسر يمثل رؤوس والطرف الأيمن يمثل رؤوس كما كانت هنا يكون خمسة رؤوس مثلا هنا خمسة رؤوس وهنا خمسة رؤوس هنا اثنين رؤوس الطرف الأيسر في الجهة اليسرى اثنين رؤوس في الجهة اليمنى ثلاثة رؤوس هنا في الجهة اليسرى ثلاثة وهنا ثلاثة هنا اثنين وهنا أربعة المهم أنه يكون ثنائي التجزئة إذا كانت رؤوس في تجزئ إلى فئتين جزئيتين M و N حيث كل حرف في جي يصل رأس من M ورأس من N تقول إن المخطط ثنائي التجزئة تام إذا كان كل رأس من M موصول بكل رأس من N ويرمز لهذا المخطط بالرمز KM و N حيث M عدد الرؤوس في الـ M شوف M تمثل الطرف الأيسر و N تمثل الطرف الأيمن عدد الرؤوس في M و N عدد الرؤوس في N ولتوحيد القياس نفرض أن M أصغر من أو تساوي N شكل 6-14 هذا الشكل يوضح المخططات كي 2 3 شوف كي 2 3 في الطرف الايسر راسين في الطرف الايمن 3 اذا اول حاجه لما نقول لك ترسم ثنائي التجزئه من الدرجه 2 3 تامل راسين في الايسر وثلاثه في الايمن ثم تبدا توصل من الراس الاول توصل كل الرؤوس كل الرؤوس توصل شوف هذا توصل الى الراس هذا ثم تمشي من نفس الرأس إلى الرأس الثاني من نفس الرأس إلى الرأس الثالث وتنتقل إلى الرأس الأيسر تمشي إلى الرأس الأول والرأس الثاني والرأس الثالث وبهذا رسمت ثنائي التجزئة من النوع 2 في 3 2 3 تمام الشكل الثاني أيضا نفس الشيء عندك ثلاثة رؤوس هنا وثلاثة رؤوس ثلاثة في الطرف في الأيسر وثلاثة في الأيمن إذا تستطيع أن توصل ضروري توصل كل رأس في الرؤوس الطرف الأيمن هنا وصلناه إلى الطرف الأيمن ثم إلى الطرف الأيمن ثم إلى الطرف الأيمن ومن الرأس الثاني تمشي إلى الرأس الأول والرأس الثاني والرأس الثالث ومن الرأس الثالث تمشي إلى الرأس الأول والثاني والثالث وهكذا هنا تمشي إلى الأول تمشي إلى الثاني تمشي للثالث تمشي للرابع تمشي للخامس لو كان في خامس سادس سابع ثامن وبعدين تمشي للأول الثاني الثالث الرابع لو في خامس سادس هكذا هو المخططات الثنائية التجزئة إذا لو قلنا لك ارسم مخطط ثنائي التجزئة من النوع 5 في 7 كم رأس في الطرف الأيسر 5 في الطرف الأيمن 7 في الطرف الأيسر 3 مثلا نقول لك 3 و6 3 في الجهة اليسرى و6 في الجهة اليمنى ومن خلالها توصل طيب هنا لخصنا لكم شيء مبسط على اساس تذكر ان لديك المخطط البسيط هو الخالي من الحلقات والاضلاع المتكررة المخطط المركب تعريفنا هو مخطط يحتوي على اضلاع متكررة او لفات المخطط الموجه هو مخطط يخرج من كل عقدة منه
منحنى موجه بسهم، هذا نسميه موجه. المخطط الغير موجه مخطط يربط بين رؤوس خط، بين الرؤوس خط غير موجه. المخطط التام إذا كانت كل رأس موصولة بكل رأس أخرى في المخطط جي. المخطط النظامي إذا كانت كل رؤوس من نفس الدرجة. المخطط المتناظر وغير المتناظر هو الذي إذا المخطط المتناظر أن يرتبط الرأس الأول بالرأس الثاني والرأس الثاني بالرأس الأول نسميه متناظر. غير المتناظر مثلا لو لديك رأسين في 4 وفي 5 ارتبط في 4 في 5 ولم يرجع في 5 في 4 نسميه غير متناظر، مثل علاقة التناظر، مثل علاقة التناظر أو علاقة التماثل. المخطط المترابط إذا وجد مسار بين أي رأسين من رؤوسه نسميه مترابط. لو ما فيش مسار بين أي رأسين هذا غير مترابط، ممكن يعطيك صح وخطأ. المخطط المترابط هو الذي يوجد مسار بين كل بين أي رأسين من رؤوسه، صح. المخطط المترابط هو الذي لا يوجد مسار بين أي رأسين من رؤوسه، خطأ. المسافة بين أي رأسين في جي تكتب بهذا الشكل، هي طول أقصى مسافة بين يو وفي. قطر المخطط جي هو أكبر مسافة بين أي نقطتين في جي ويكتب ديامتر جي. هذا لخصنا لكم بشكل مبسط، تقرأوا هذه المسلمات. لما أقول لك أعطي مثالا مع الرسم لبيان مخطط بسيط ثنائي التجزئة، تمام، هذا تجعلوه كتكليم. أوجد مصفوفة الجوار والوصل لكل من المخططات التالية، ممتاز. هذا مخطط موجه، هذا إيش؟ موجه. نشتي تكتب له مصفوفة الجوار ومصفوفة الوصل الوحدة. هذا مخطط غير موجه، اكتب له مصفوفة الجوار ومصفوفة الوصل الوحدة. هذا تكليف وتعطونية. المخطط الموجه له رأس البداية ورأس النهاية. مثال، لديك المخطط الموجه في الشكل التالي، في الشكل التالي، حيث ان V تساوي V1 V2 V3 V4 V5. هذا يمثل الحواف او الاضلاع V1 V1. اذا في V1 V1، لما اقول لك V1 V1 في حلقة، V1 V2 تمشي V1 V2 V2 V1 V2 V1 ترجع عليه V1 V2 مرة أخرى V1 V2 مرة أخرى V2 V3 V2 V3 V2 V5 V2 V4 V5 V4 V5 مشينا V5 V2 خمسة في اثنين في خمسة في ثلاثة شوف في خمسة في ثلاثة. هذا المخطط إذا أعطيناك هذا فقط تستطيع أن ترسم هذا، أو نعطيك هذا ممكن توجد الحواف كامل. ما هي الحواف؟ مخطط موجه وفيه لفة موجهة عند الرأس بي 1. يقال لمخطط موجه إنه متناظر إذا كان كل رأسين متناظرين، كل رأسين متناظرين. إذن هنا تعرف كيف تميز بين المخططات. يقال المخطط موجه انه متناظر اذا كان لكل رأسين يو وفي، يكون عدد الحافات الموجهة من يو الى في مساويا عدد الحافات الموجهة من في الى يو. مثلا اذا كان دي في و اي بيانا موجها فانه يكون متناظر اذا تحقق الاتي. متى يكون متناظر؟ اذا تحقق هذا الشرط، اذا كان لكل يو وفي ينتمي الى اي، يقتضي الى ان في ويو ينتمي الى اي. لكل ثلاثة واربعة ينتمي إلى A، فإن أربعة وثلاثة ينتمي إلى A. لكل خمسة وسبعة ينتمي إلى A، فإن سبعة وخمسة ينتمي إلى A. هذا نسميه متناظر، ما عدا ذلك يعتبر متناظر. تعريف المنبع، تعريف المنبع والنصب. في المخطط الموجه المنبع هو رأس درجته الداخلية تساوي صفرا، والمصب هو رأس درجته الخارجية تساوي صفرا. اتفقنا. الدرجة الخارجية والدرجة الداخلية. الدرجة الخارجية هي عبارة عن كل الذي يخرج منه،
عدد الأضلاع الخارجية من الرأس، نسميها درجة الرأس، هذه درجة الخارجية. الدرجة الخارجية هي عدد الأضلاع الخارجية منها، الخارجية منها. الداخلية الداخلة إلى الرأس، الداخلة إلى الرأس. مثلا في شكل الرأس واحد منبع، لماذا؟ لأن ديجري 1 يساوي 0، ما فيش درجة تدخل له، ما فيش داخلة، درجة الداخلية تساوي كم؟ صفر. إذا نسميه منبع. المصب الذي يصب إليه كل الأضلاع تكون داخل السهم متجه له، السهم متجه نحوه، إذا نسميه هنا الرأس 6 هو مصب. لماذا؟ لأن درجته الخارجية بتساوي صفر، بينما الداخلية كل شيء داخل له نسميه مصب، يصب فيه. مفهوم؟ هذا درجة تعريف المنبع والمصب. إذا كويس، هنا سوف نعطيكم يعني كيف تعرف تطبيق بعض الأمثلة والرسوم على أساس لما مضى مما أخذنا من قبل. مثلا عندك هذا البيان، نسميه بيان مترابط، تعرف رؤوسه، ما هي رؤوسه؟ تذكر بين الرؤوس هي بي وكيو وآر وإس وتي، هذا رؤوس المخطط. بينما التوصيلات أو الأضلاع الموجودة فيما بينهما تسمى أضلاعا، هذا نسميه ضلع، 1 2 3 4 5 6 7 أضلاع. توصيلات فيما بين الرؤوس تسمى أضلاعا وخطوطا أو حواف. والرسم 2 مثلا شوف، هذا الرسم ايضا رسم موجه، رسم بيان مخطط موجه مترابط كل اضلاعه. مثلا عندك الرؤوس هنا 1 2 3 4 5، نلاحظ ان في هذا الرسم ان الخطوط تعمل اتجاهات نسميها خطوط موجهه او اقواسا، والرسم يسمى رسما موجها، هذا يسمى رسم موجه او مخطط موجه، بيان موجه. كيف تعرف انه يكون بيان موجه؟ بعض التعريفات الأساسية التي نعيد بعضها في مواد من مواد المتراضة، خطوط أو أضلاع أو حواف رمز لها بعدين بالحرف جي، دائما البيان يرمز له بالرمز جي. عندما تكون الخطوط لا تحمل اتجاهات الرسم يسمى رسم عادي أو بيان عادي أو رسم فقط. عندما تكون الخطوط تحمل اتجاهات نسميها إذا أقواسا، والرسم يسمى رسم موجه، والرسم يسمى رسم موجه. نرمز عادة بـ V و V G لمجموعة الرؤوس، هذا نرمز لها بعد مجموعة الرؤوس. الـ E أو E G مجموعة الحواف أو الخطوط أو الأقواس. هذا بيان نسميه G V و E، حيث E هي الأضلاع أو الحواف والذي نسميها H، هنا V هو الرؤوس. أو ممكن ترمز لها بهذا الرمز أو هذا الرمز، هذا كله معروف كيف ترمزه لها. في الرسم هذا لدينا كم رأس؟ نعطيك هذا الرأس، تستطيع أن تشوف الرؤوس كم هي، B و Q و R و S و T. ممكن تمثلها أيضا مصفوفة التجاور ومصفوفة الوصل ومخطط غير موجه، وكذلك تعرف الأضلاع الذي تربط بينهما. شوف B ارتبطها مع Q وQ مع R وR مع S وB مع T وايضا B مع S، وعندك Q مع T وQ مع S وS مع T. الرسم لديه 5 رؤوس و8 اضلاع. شوف تحدد، لما نعطيك رسم تعرف تحسب عدد الرؤوس وعدد الاضلاع في المخطط او البيان. عندك لديك V تساوي 1 2 3، التمرين هذا أو التدريب، 1 2 3 4 5 هذا عدد الرؤوس، بينما عدد الأضلاع هي هنا في كل قوس يمثل ضلع، 1 2 4 1 2 3 3 2 2 5 5 و2 5 و4 4 و5 3 و5 3 و4 4 و3. الرسم لديه 5 رؤوس و11 قوس أو 11 ضلع أو 11 حافة. مفهوم؟ هذا البيان لديه 5 رؤوس و11 ضلع. رسم معين جي مثلا نسمي عدد الرؤوس مرتبة، هذا نسميها رتبة، نسميها رتبة. الرسم جي ونرمز له ببي
وتسمى الأضلاع أو الأقواس حجم الرسم، الرمز له بالرمز كيو، وتكتب بي كيو. إذن هذا أي مخطط أو أي رسم أو أي بيان يكون رتبته عدد رؤوسه، عدد الرؤوس تمثل الرتبة، عدد الأضلاع أو الحواف أو الأقواس، الأضلاع ممكن تسميها أقواس، ممكن تسميها حواف، تمام؟ هذا نسميها حجم البيان، حجم البيان. ولذلك تعرف لما نقول لك أوجد حجم ورتبة البيان المرسوم في الشكل التالي، تعرف كم عدد رؤوسه وكم عدد أضلاعه، كم عدد رؤوسه، عدد أضلاع، عدد الأقواس، تعرف إنه هذا، تعرف توجد الحجم والرتبة. في الرسم ثلاثة بي وكيو يساوي 85، شوف بي وكيو الرتبة والحجم، هذا الرتبة 5 والحجم 8 في الرسم ثلاثة. في الرسم أربعة لو لاحظت، لو رجعت للرسم ثلاثة تجد لها 5 رؤوس و8 أضلاع. الرسم اثنين، الرسم ثلاثة 5 رؤوس و8 أضلاع. تعدهم 1 2 3 4 5 رؤوس، الأضلاع 1 2 3 4 5 6 7 8. في الرسم أربعة شوف 1 2 3 1 2 3 4 5 5 رؤوس والأضلاع 11 تقريبا. تعدهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ضلع. إذا من الحجم 11 والرتبة 5، الرسم 4. على أساس تعرف هذا، أنا اخترنا تمارين وأمثلة تعرف كيف تحسب هذا. مثال واحد الرسم 5، هذا الرسم نجد الرتبة كم؟ 5. كم عدد الرؤوس؟ توجد الرؤوس كم عددها؟ إذا هنا رأس 1 2 3 4 5 هذا عدد الرؤوس نسميها الرتبة. هنا عدد الأضلاع كم بتكون؟ 9. إذن الحجم 9. منين تخرج هذه الأضلاع؟ من هنا من الرسم نفسه 1 و2. شوف الرسم يكون 1 و2 بعدين 2 و3 بعدين 1 و3 بعدين 3 و2 3 و4 4 و3 4 و2 1 و3 و1 وبعدين 5 مع 5 نفسها والأربعة مع الأربعة. إذا شوف ترجع تجدهن، شوف 5 و5 و4 و4 تجدهن، تجد إن هذا لو جبنا لك هذا الرسم، لو جبنا لك هذا الرسم تعرف توجد رتبة الرسم وحجمه. رتبة هي عدد رؤوس عدد رؤوس البيان أو عدد رؤوس الجراف في هذا الرسم، والحجم هو عدد الأضلاع والأقواس والحواف كلها. لاحظ أن في الرسم 5 وجود خطوطا أو أقواسا تخرج من نفس النقطة الرأس وتعود إليها، هذه نسميها دون الممر بنقطة أخرى مثل الرأس 4 وتسمى حلقة، والرسم 5 يسمى رسما منعزلا. القوسين 3 و4 و4 و3 تسمى أقواس متوازية لأنهما يربطان ما بين رأسين 3 و4. أيضا الرسم البسيط هو الرسم الذي لا يحتوي على حلقات ولا على أقواس متوازية. هنا لدينا رسم 1 2 3 4 كم رؤوسه؟ 4 وأضلاعه 5. الرؤوس المتجاورة والرسم الغير موجه، نقول إن رأسين آي وجي من الرسم جي متجاوران إذا كان يربط بينهما ضلع أو قوس، عندئذ إن الرأسان آي وجي هي رؤوس الارتكاز لهذا الضلع. أيضا هذا مخطط أو بيان مكون من 4 رؤوس و5 رؤوس. الواحد والاثنين متجاوران، شوف 1 و2 متجاوران، 3 و4 متجاوران، 2 و3 غير متجاوران، 2 و4 غير متجاوران،
4/3 ايضا غير متياوران، تعرف ان المتياوران الذي يربط بينهما ضلع واحد. في الرسم الموجه عند وجود قوس نقول ان اي وجي اي مجاور لجي، واي تسمى نقطه البدايه وجي نقطه النهايه، لان في حاله ما يكون سهم، شوف هذه نقطه البدايه وهذه نقطه النهايه، ونقول ان القوس اي وجي يرتكز من اي الى جي. في الرسم 5 الراس 1 مجاور للراس 2، والراس 2 ليس مجاور للراس 1، الراس 3 مجاور للراس، تركز على الرسم 5. هذا الرسم، الرسم رقم 5، تعرف ان الراس 1 مجاور للراس 2، تركز عليهم التجاور بالحل هنا، هنا الحل، هنا الحل لهذا الشكل. الرأس 2 ليس مجاور للرأس 1، 3 مجاور للرأس 4، 4 مجاور للرأس 3، 4 ليس مجاور للرأس 5. درجة الرأس في الرسم الموجه، درجة الرأس معروف هي عدد الأضلاع الكلية المرتكزة على هذا الرأس وترمز له بالرمز درجة. في الرسم هذا الموجه تعرف أن درجة الرأس الدرجات الخارجية والدرجات الداخلية. الدرجات الخارجية كما قلنا من قبل، ما هي الدرجة الخارجية؟ هي عدد الأضلاع الخارجية من الرأس. الدرجة الداخلية هي عدد الأضلاع الداخلي في الرأس مضافا إلى ذلك الحلقة إن وجدت، مضافا إلى ذلك الحلقة إن وجدت، إن وجدت حلقة. هنا أيضا لدينا المسار، عرفنا لكم المسار أنه مفتوح إذا كان V، إذا كان الرأس البداية لا يساوي رأس النهاية يسمى مفتوح. إذا ما المسار ما عادش إلى نفس البداية، إلى نفس نقطة البداية يسمى مفتوح هنا، ويكون مغلقا إذا كان V0 يساوي V1، يكون مغلق هنا V0 يساوي V1، يعني المسار لما يبدأ من النقطة الأولى V1 ويمشي لين ما لأي رؤوس، يمشي لأي رؤوس لأي رؤوس ويرجع إلى V1 نسميه مغلق. أما إذا كان V1 ومشى إلى V2 إلى V4 إلى V7 إلى V9 وتوقفنا، يعني V1 لا يساوي لا لم يرجع إلى V الأولى، إلى رأس البداية، إلى رأس الانطلاقة، نسمي هذا مفتوح. يقال إن بي إن بي ممرا أو درب، ممر الذي يمر من V0 إلى Vn، إذا كان بي مسارا من V0 إلى Vn وكانت أضلاعه مختلفة، كانت الأضلاع مختلفة ولكنه مسار من في من النقطة الأولى إلى النقطة التي توقفت إليها، طول الممر هو عدد الأضلاع الذي يمر فيها، عدد الأضلاع الذي تمر فيها تنقل من الضلع هذا زي ما قلنا لكم من قبل. ملاحظة، لا يشترط اختلاف الرؤوس في الممر، ولكن إذا كانت الرؤوس مختلفة فإن الممر بي يسمى ممرا بسيطا، إذا كانت الرؤوس مختلفة يكون ممر بسيط، وإذا كانت الرؤوس ليست مختلفة يكون ممر غير بسيط. الدورات، يقال للممر إنه دورة إذا كان B0 يساوي BN، معروف إذا كان نقطة البداية تمشي وترجع إليها نسميها دورة، تمشي وترجع إليها إنها دورة بسيطة. إذا كانت كافة رؤوسها مختلفة باستثناء الرأسين الابتدائي والنهائي، متى تكون دورة بسيطة؟ إذا كانت كل الرؤوس مختلفة، مثلا بدأت من V1 ومشيت إلى V2 V3 V4 ورجعت إلى V2، هذا نسميها دورة بسيطة. لكن لو مشيت من V1 إلى V2 إلى V3 ورجعت إلى V2 ورجعت إلى V1، هنا دورة غير بسيطة. مثال على ذلك، شوف هذا مثال واضح، تعرفوا الرؤوس وتعرفوا الأضلاع وكيف تكون ممر بسيط وممر غير بسيط. يعني شوف مثلا الناس مشي في V2 إلى V4، هنا مشيت إلى I5 ورجعت من V2 V4 ورجعت إلى V2، هذا يسمى دورة، دورة هذا نسميها دورة، هذا نسميها حلقة لأنها في رأس واحد. أيضا ممكن تمشي من V1 إلى V2 نسميها هذا I1، I5، I6، اي 11، اي 10، رجعت لهنا، اذا هنا ولكن هنا اتفقت في V2، اذا هنا تركز، تركز على هذه. مثلا شوف في اي 5 اي 6 ممر طوله 2
اي 5 واي 6 ممر طول 2 ليس بسيط. في 2 اي 5 في 4 اي 6 في 2 لانه ليش بسيط؟ ليش؟ لانه الرؤوس متساوية هنا، في راس مش كل رؤوس مختلفة، ليست كل رؤوس مختلفة، هنا في 2 وهنا في 2، اذا سمينا ليس بسيط لانه مثلا في 2 اي 5 بعدين في 4 اي 6 ترجع الى اين؟ الى في 2. ايضا هنا عندما تمشي بي 2 تقول اي 9 اي 8 اي 12 اي 11 اي 6 هنا ممر طوله كم؟ 7، 7 اضلاع، ممر طوله 7 اضلاع. بي 3 يساوي اي 3 ممر طوله 1 ليس بسيط. هنا بي بي 1 بي 4 يساوي اي 11 اي 10 اي 8 ليس ممر طوله 3. لماذا ليس ممر؟ بي اي 11 اي 10 اي 8 شوف اي 11 اي 10 اي 8 تركز عليها في السهم ما هو اي ارجع لها هنا ضروري تعرف اي 11 اي 10 اي 8 اذا تمشي الى اي 11 اي 10 اي 8 هذا ليس ممر. اين الممر الذي تمر فيه؟ اي 10 اي 11 ونقزت الى اي 8 لماذا ما قلت اي 7 بعد اي 8؟ إذن هذا ليس ممر، ليس ممر اي 10 اي 11 وتنتقز الى اي 8 ما فيش واصل بينهما فاصل، هذا ليس ممر نسميه ليس ممر. هنا بي 5 ممر طوله 4 وهو بسيط، اي 1 اي 7 اي 8 اي 13 لو لاحظت اي 1 اي 7 اي 8 اي 1 اي 7 اي 1 اي 7 و اي 8 و اي 13 هذا ايضا ممر بسيط لان الرؤوس مختلفة. ممر طوله 4 وهو بسيط. ايضا اي 6 و اي 5 دورة طولها 2 وهو بسيطة. اي 6 و اي 5 اي 6 و اي 5 هذه دورة كما قلنا لكم في البداية اي 6 وإي 5 طولها 2 أيضا سي 2 هذه دورة طولها 5 وهي بسيطة دورة إي 9 إي 1 إي 7 إي 12 إي 13 تركز على هذا تمثلها دورة وهي بسيطة إي 9 إي 1 إي 7 إي 18 إي 13 تلاحظ أنها إي 9 إي 7 إي 1 هذه تمثل دورة لأنها تمشي هنا اي 9 اي 1 اي 7 اي 8 دوره. وايضا سي 3 سيركل اللي هي 3 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 تمثل ايضا دوره طولها 4 وليست بسيطه. ملاحظه تلاحظ ان نفس التعاريف السابقه يمكن استعمالها في حاله الرسم الموجه، نفس الشيء تستعملها في حاله الرسم الموجه، هذا بيكون نفس الشيء. اذا بي 1 ممر موجه طوله كذا 4 نفس الشيء تعيد نفس الكلام حق المثال الاول. في حاله الرسوم غير الموجهه يقال ان الرسم جي مترابط اذا كان الممر على الاقل. ايضا هنا الناقل الراس في جي مترابط مع نفسه بانه علاقه ترابط في علاقه تكافؤ. مثلا لديك هذا الرسم غير المترابط لما تاتي لك الرسم المترابط لانه كل رؤوسه مترابطه، كل رؤوسه مترابطه، هذا غير مترابط لانه هذا هنا وهنا عندك هنا في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8 هل هو مترابط؟ هل ارتبط هنا؟ لو كان هنا في ممر من في 2 الى في 6 كان مترابط. يقال الرسم الجزئي المترابط غير المحتوي فعليا في اي جزء في مترابط اخر من الرسم مركبه لجي
مركب الجي. في المثال ثلاثة السابق الرسم جي 1 لديه ثلاثة مركبات، جي 2 لديه مركبة واحدة. ملاحظة الرسم مترابط لديه مركبة واحدة فقط، أي رسم مترابط مركبته واحدة، محتويا على رأسين يو وفي بذرية فردية لكل منهما. رأسين يو وفي مترابط، هذا قد أخذناه لكم من قبل. إذا كان جي رسما بسيطا متصلا عند الرؤوس إن وعدد الله إم في إن، إم أكبر من يساوي إن ناقص واحد. إذن هنا إم إذا كان رسم متواصل عدد الرؤوس إن وعدد ضلاعه إم، هنا عدد الرؤوس كم ثلاثة، عدد ضلاعه إم، فإن إم أكبر من يساوي إن ناقص واحد، هنا إن تساوي ثلاثة وهنا إم تساوي كم ثلاثة، ثلاثة أكبر من يساوي ثلاثة ناقص واحد. هنا M تساوي 2 وN تساوي 3، إذن N 2 أكبر من يساوي 2. دائما تحقق هذه العلاقة M أكبر من يساوي N ناقص 1. في حالة الرسوم الموجهة يقال الرسم الموجه أنه مترابط إذا كان أهم، إذا كان اتجاه الرأسي يوجد رسم غير موجه مترابط، ما عدا ذلك غير مترابط، كل هذا مترابط. هنا غير مترابط، هنا ليس مترابط لأن هذا وحده وهذا وحده، واضح. كويس، هنا ممكن في حالة الرسوم الموجهة أن يكون جي رسما موجها، تعرف الشجرة أو الغابة، كل المفاهيم على الرسوم الموجهة. على أنها أعطيكم بس مقدمة وتعريف مبسطة عن الأشجار والأشجار الثنائية والمفاهيم للرسوم الناتجة من جيب إهمال الأقواس الموجهة. مثلا هنا لما تبعد هذه الموجهة، هنا جي 1 شجرة يدر الاتجاهات. مثال 2 هذا أيضا يمثل جي 2 ليست شجرة هنا، لماذا؟ لأنه هنا ما هنا مرتبط مش منفصل. في بعض التطبيقات تحتاج لأخذ عين الاعتبار اتجاه الأقواس لشجرة ما، وعندئذ نحتاج إلى تعريف المزيد من المفاهيم. نقول رأس جي إنه جذر لجي إذا كان هناك ممر موجه من V إلى كل رأس، من V إلى كل رأس نعتبره جذر إلى كل رأس آخر في جي. مثلا هنا V نعتبره جذر، جذر للرسم هذا، للرسم البيان جي، لأنه يوجد ممر بين كل رأس آخر، كل ما فيش كله متصل، كله مترابط، ممر موجه من V إلى كل رأس من رؤوس المخطط أو البيان. شوف هنا V1 V2 V1 لا نعتبره جذر، وكذلك V2 لا يعتبر جذر. شوف V1 ليس جذر، V1 ليس جذر لأنه ليس هناك ممرا موجها من V1 إلى V2، لأنه لو كان جذر ضروري يكون هناك ممر يربط بينه وبين كل رؤوس البيان. هذا يعتبر رأس أيضا، رأس آخر، وهذا رأس وهذا رأس وهذا رأس وهذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، كل الرؤوس تكون مترابطة. أيضا V2 ليس جذر لأن نفس السبب، لأنه ليس هناك ممرا موجها بين V2 وV1. كويس، هنا مثال 5 هذا مثال أيضا تعرف هل هو V1 يمثل جذر، V2 يمثل جذر، V3 يمثل جذر، V4 يمثل جذر، V5 يمثل جذر، كل الرؤوس جذور لجي 5، لأن هذا البيان الخامس لو مشيت من عند V1 تلاحظ أنه يرتبط بكل الرؤوس V2 بV3 بV4 بV5، V2 أيضا يرتبط V1 بV2 بV3 بV4 بV5، V3 أيضا ترتبط بالكل بكل الرؤوس، V4 ترتبط بكل الرؤوس، V5 ترتبط بكل الرؤوس. إذن كل الرؤوس جذور لجي 5، كلها تمثل جذور، وتختار أي واحد منها ويمثل جذور لها. الشجرانية الذي نسميها تعرف على أنها شجرة للرسم موجه، تحتوي على جذر، ولذلك يقال لها أحيانا شجرة جذرية، تحتوي على جذر ويقال لها أحيانا شجرة جذرية واحدة. مثال 6 مثلا أن يكون لديك هذا الرؤوس،
في1 مع في2 مع في3 مع في4 مع في5، او تطلع في1 هنا ولا ولا تقول في2 ضم في1 مع في3 مع في4 مع في5. اذا هنا لان في1 جذر، اذا تي شجراني بيكون لها جذر لكل الرؤوس. كذلك ان شجره العائله مثلا هنا شجرانية، لانه لو تختار هنا الجد بعدين كم جاب؟ هنا جاب واحد اثنين ثلاثه اولاد اربعه اولاد، والاولاد كل واحد جاب له خمسه سته اولاد، وهذا داله سته اولاد، وهذا سته، وهذا سبعه، وهذا اثنين، وهذا اربعه. اذا هنا شجره العائله لو اخترت مثلا جدك، كم لديك اعمام؟ كم خلف جدك؟ خمسه ابناء، وكل ابن خلف ما جابوش نفس الشيء متساوي، مثلا هذا ابن جاب له ثلاثه، هذا الابن جاب له واحد اثنين ثلاثة، وكل واحد جاب اثنين اثنين، وهكذا تسلسل 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 العائلة، نسميها شجرة العائلة، ايضا تسمى شجرة. هنا كويس انه يعني كملنا المقررات الرئيسية، ويجب ان تركزوا على هذه المحاضرات بالفيديو، تقراها وكل فقره ما فهمتهاش تعيد تستمعها مره اخرى مره اثنين، وايضا تركز على التاشير على الكتابه، تركز على التاشير على الكتابه، تركز على المواضيع، والمواضيع التي لم تفهمها جيدا ممكن تحددها، فقط تحددوا المواضيع الرئيسيه التي لم تفهم مع المندوب، ونحن ممكن نعيد بعضا منها عبر أمثلة موضحة أو تمارين بواسطة فيديوهات قصيرة مختصرة. لهذا ركزوا على الفيديو، اقرأ استمع استمع وركز، استمع مرة مرتين عادي مش مشكلة، حتى تفهم حتى تفهم الموضوع، وإن شاء الله يكون الموضوع مبسط وسهل ولا يكون. ايضا هنا ملاحظه اخيره في مثلا بعض هنا هنا مثلا في امثله محلوله تركز عليها كيف تبسط كيف تبسط الدوائر المنطقيه، وتعرف ترسم الدائره المنطقيه قبل وبعد التبسيط، هذه اخذتمها وقد اخذناها لكم، وممكن تركزوا عليها محلوله جاهزه هنا، هذه الدائره هذه دائرة منطقية قبل التبسيط، وهذه دائرة منطقية بعد التبسيط. لو تلاحظ هذه الدائرة لديها كم بوابة؟ ست بوابات قبل التبسيط، وعدين بعد التبسيط أصبحت أربع بوابات. وكذلك في مثال آخر هنا ترسم هذه الدائرة، ترسمها شوف وايد، ترسمها هذه الدائرة قبل التبسيط، وترسم الدائرة النهائية بعد التبسيط. هنا قوانين المنطقة الرياضية التي فهمناكم في المحاضرة الأولى، في المنطقة الرياضية في أول محاضرات تعرفوها وتركزوا ان شاء الله تفهموا. ايضا نشوف الدائره قبل التبسيط تجد لها ست بوابات، بعد التبسيط يذهب اذا تحولت الى بوابتين. تستخدم نظريه الجبر البولياني في تبسيط التعبير المنطقي التالي، ممكن تستخدموا هذول التعبيرات المنطقيه مثلا زي مثل المثال هذا من الامثله المهمه، من الامثله المهمه تثبت هذه العلاقه على المجموعه، وجبنا لكم محلوله جاهزه كيف توجد صفوف التكافؤ وكيف ترسمها رسم بياني، وإن شاء الله نلتقي على خير.